مساء الخير أصدقائنا الطلاب، ما زلنا بدروس المعلوماتية للصف الخامس وهلأ انتقلنا للدرس الثاني من الوحدة الأولى. طبعا مثل ما أنا شايفين قدامنا هون على الكمبيوتر شمس ورضا والحاسوب ورقم 2، طبعا هو الدرس الثاني بهذا الموضوع. ننتقل للدرس أصدقائي مباشرة. أول شغلة رفقاتي، بهذا الدرس رح نتعلم على عدة أمور جديدة. كيف غيرت شمس خلفية سطح المكتب؟ سؤال عم بيتوارد داخل الكتاب، ورح نشوف شو هي الطريقة اللي عملت فيها شمس خلفية سطح المكتب للكمبيوتر اللي عندها. استنتج مع أصدقائي الطريقة التي غيرت بها شمس خلفية سطح المكتب. ماذا فعلت؟ نلاحظ رسالتها هنا مكتوب عليها تخصيص. ننتقل إلى ويندوز مباشرة لنرى ما هي هذه التخصيص. زر يميني في منتصف سطح المكتب بمكان فارغ، ثم انتقلنا إلى رسالة أو الخيار تخصيص. إذن زر يميني في منتصف سطح المكتب بمكان فارغ تخصيص. سوف تظهر لدينا هذه القائمة كما في الكتاب لدينا. من هذه القائمة أصدقائي نستطيع اختيار خلفية سطح المكتب التي تناسبنا. كما نلاحظ اختر عدة صور كخلفيات لسطح المكتب بحيث تتغير الصورة تلقائيا كل 3 دقائق. كما نلاحظ عندي هنا عدة خلفيات جاهزة، فن العمارة مثلا. تمام، نلاحظ أنه اختلفت خلفية سطح المكتب. خلفية سطح المكتب نفسها التي اخترتها أنا يمكنني تغييرها بأوقات أو بزمن متعدد أو بأزمنة متعددة. أضغطها هنا، نلاحظ أنه عندي عدة صور لخلفية سطح المكتب، يمكنني اختيار 2 فقط مثلا، وكل 30 ثانية مثلا أو 10 ثواني وأعمل له حفظ التغييرات، سوف تقوم خلفية سطح المكتب هذه التي بين يدي بالتغير. إذن سوف أعيد، انتقلت زر يميني تخصيص، ومن ثم اخترت خلفية سطح مكتب جاهزة من عندها هنا، أو الانتقال إلى خيار خلفية سطح المكتب واختيار عدة صور لدي تماما، وحتى يمكنني اختيار الزمن الذي يمكنني فيه تغيير خلفية سطح المكتب. أعود إلى الكتاب أصدقائي، حيث أننا أجبنا على هذا السؤال. لنسجل نتائج استكشاف شمس ورضا لخيارات إضفاء طابع شخصي. إذن عندي هنا أمر يسمى لون النافذة. ماذا يصنع هذا الأمر لون النافذة؟ أنتقل إلى ويندوز، أعود إلى تخصيص. نلاحظ هنا أمر اسمه لون النافذة، أدخل إليه، ألاحظ أنني يمكنني من هذا المكان تغيير ألوان النافذة والكتابات الموجودة داخل هذا الخيار. طبعا سوف أختار الآن نسق موجود سابقا كما نلاحظ، لكي تظهر لدينا هذه الأيقونة بهذا الشكل. إذا لون النافذة مثلا إذا اخترنا أحمر، لاحظ الخلفية سوف تكون باللون الأحمر كما نشاهد. هذا بالنسبة لسطح المكتب، تمام؟ أما بالنسبة للرموز مثلا، يمكنك تكبيرها وتصغيرها وما إلى هنالك. إذن سوف أنتقل إلى الكتاب. إذن ماذا تتيح لك لون النافذة؟ تغيير لون نوافذ سطح المكتب مع شكل الخطوط أو حجم الخطوط الخاص بها، تماما؟ طيب ننتقل إلى السؤال الذي بعده. ماذا يتيح لنا الأصوات؟ نعود إلى ويندوز وننتقل إلى خيار الأصوات. داخل خيار الأصوات أصدقائي يمكننا تغيير الأصوات الموجودة في ويندوز. سوف نلاحظ عدة أصوات موجودة في داخل ويندوز يمكنك تغييرها بالشكل الذي تريد. من أين تستطيع تغيير هذه الأصوات؟ من هنا من استعراض واختيار صوت خاص بك من أي مكان على جهاز الكمبيوتر. إذا نعود للكتاب. الأصوات تتيح لنا الأصوات تغيير الأصوات داخل ويندوز من إغلاق النوافذ أو تشغيل الكمبيوتر أو إيقاف تشغيل الكمبيوتر، تماما. ننتقل إلى السؤال الذي بعده.
هيا نختار شاشة توقف لنحافظ على ألوان الشاشة. شاشة التوقف هذه من أين ظهرت لدينا؟ نعود إلى ويندوز 7، كما نلاحظ زر يميني تخصيص، سوف نلاحظ هنا وجود أمر يسمى شاشة التوقف. من داخل هذا المكان يمكننا اختيار شاشة التوقف التي تناسبنا كما نلاحظ. طيب بالنسبة أنا عندي شاشة التوقف لن تظهر لأنني أستخدم محاكي ويندوز 7 غير الويندوز الأساسي الذي عندي وهو ويندوز 10. طيب أعود إليها، اجعل اسمك يظهر شاشة التوقف بعد زمن دقيقة واحدة من توقف عمل الحاسوب. نعود إلى ويندوز، نلاحظها هنا يوجد زمن معين، الانتظار دقيقة واحدة، ممكن رفعه إلى 5 دقائق مثلا. تمام؟ طيب أين هي الأمر الذي يجعلني أكتب اسمي في شاشة التوقف؟ هو في النص ثلاثي الأبعاد. نص ثلاثي الأبعاد هذا يمكنني كتابة اسمي أو أي نص يمكنني كتابته ليصبح كشاشة توقف، وهو عن طريق الإعدادات. تماما، طبعا أعود وأكرر أنا أستعمل محاكي ويندوز وبالتالي لن تظهر هذه الرسالة. الإعدادات، وفي داخل هذه الإعدادات يمكنني كتابة اسمي ومن ثم موافق وتطبيق ليصبح بعد 5 دقائق اسمي يظهر على شاشة التوقف وهو يدور أو ينقلب بأشكال متعددة. تماما أصدقائي، نعود إلى الدرس. اجعل اسمك يظهر بشاشة التوقف، طبقناها. يأتينا السؤال ها هنا، ما عدد الصور التي سيتم تبديلها تلقائيا خلال 3 دقائق؟ كل صورة سوف تتبدل بدقيقة، 1، 2، 3، إذن 3 دقائق 3 صور، 3 صور. نعود إلى ويندوز ولنطبق هذا الخيار. نلاحظ منها هنا خلفية سطح المكتب مثلا، اختار صورة 2، 3 واختار خلال دقيقة واحدة. نلاحظ أن كل صورة سوف تستمر بالظهور لمدة دقيقة واحدة تماما، وبعد دقيقة سوف تتبدل إلى الصورة التي بعدها ثم إلى الصورة التي بعدها. هذا بالنسبة لجواب هذا السؤال. طيب ما هو الخيار الذي يتيح تعديل لون النافذة؟ إذا عندي ها هنا النافذة، أريد لونها باللون البرتقالي أو باللون الأحمر. لنلاحظ ما هو الخيار، نعود إلى ويندوز، في وسط سطح المكتب، تخصيص، اختار خلفية سطح المكتب أو نافذة من هذه النوافذ مثلا، لون النافذة، أضغط على أحد النوافذ ها هنا مثلا أو ها هنا. نلاحظ عندما ضغطت عليها يعطيني شريط العنوان النشط، ما هو اللون مثلا، لنتفق أنه أصفر مثلا، وبالتدرج إلى اللون الرمادي كما نلاحظ. تماما، رمادي إلى اللون الرمادي. تماما أصدقائي، الآن الخط باللون الأسود مثلا، إن ضغطتها هنا بالنافذة التي في الخلف شريط العنوان غير نشط مثلا، إذا كان عندي شريط عنوان غير نشط أقول له من اللون فرضا هذا إلى اللون هذا. عند ضغط تطبيق سوف نلاحظ أنه تغيرت جميع النوافذ إلى الأمر الذي أنا وضعته. تماما، نعود إلى الأسئلة. إذن الخيار الذي أتاح تلوين لون النافذة هو لون النافذة، خيار لون النافذة. ننتقل بالأسئلة، وهكذا يكون قد انتهى الدرس نهائيا من الوحدة الأولى، الدرس الثاني. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى درس جديد في مادة المعلوماتية للصف 5.